عفريت السورية والهيمنة الدولية. لطالما كان منطق القوة وتناسب المصالح بين دول العالم وتطور شكل ونظم سياسات واستراتيجيات الهيمنة الاستعمارية هو الأداة الجديدة للقوى الرأسمالية والانتهازية لفرض الاحتلال وتحصيل المكاسب المختلفة على حساب الشعوب والأقليات المستضعفة من خلال فرض وتعميم القتل والمعاناة والتهجير على هذه الشعوب لتحقيق أطماعها وبسط سيطرتها وترسيخ احتلالها وشرعنتها، سواء بالضغوط السياسية والعسكرية أو بخلق التوافقات وتناغم المصالح الدولية لتدعيم أهدافها وتوطيد هيمنتها. وهذا ما ترسخ بالنسبة للأزمة السورية وفي مقدمتها عفرين. تأتي أهمية عفرين من موقعها الجيوسياسي من كونها تقع ضمن منطقة جبلية في أقصى الزاوية الشمالية الغربية من سوريا، مشكلة جزءا هاما من الحدود السورية التركية، بالإضافة لقربها من البحر الأبيض المتوسط. هذا الموقع الذي اكسبها مزايا استراتيجية عديدة، عدا عن كونها من أهم المراكز التجارية والإدارية في الدولة السورية حتى بداية الحراك السوري وتبلوره كأزمة إقليمية ودولية. هذا الموقع الجيوسياسي للمنطقة أضحى خطاً أحمراً بالنسبة لتركيا مع بداية الأزمة، وذلك لأسباب عديدة ومختلفة، منها إن بقاء هذه المنطقة خارج سيطرتها سيحد من فرض واقعية توسيعها، سواء عبر دعمها للفصائل المتطرفة والمتأسلمة أو عبر قيامها بزج جيشها بشكل مباشر. دائما في الحروب أكثر من يدفع الفاتورة من النساء، إن كان بالفقر وإن كان بالتحرش وإن كان بالاغتصاب وإن كان بالسرقة وإن كان بكل ويلات الحروب، المرأة هي من تدفع الثمن غاليا. وعهد السلام ينسون المرأة وينسون إنه هي كانت موجودة وهي كانت مقاومة معهم. فلو أنا بحب إنه نروح نتداوى شو شي نعمله كرمال نحن نقطع الإحتلال وكرمال نحافظ على هاي البلد، كرمال نحافظ على هذا النسيج وعلى هاي الناس اللي موجودة فيها. أول مطلوب نضلهم ماسكين لحتى نقدر نحن نتغلب على هذا العدو اللي هو لا ذراع لا حرمة دين ولا حرمة أخلاق ولا حرمة قانون ولا هي شيء. شفنا أمينا في معمعة دولية وتجاذبات سياسية، أيضا منطقة الشرق الأوسط أصبحت هي بؤرة تصفية حسابات وبؤرة صراع. فعفرين وغيرها من الأراضي المحتلة هي أراضي سورية للسوريين، وتحريرها لن يكون إلا بأيدي السوريين أنفسهم، والحل لن يكون إلا سوري وسط حوار سوري ومشاركة جميع الأطراف المعنية دون استثناء. عنوان مقاومة المرأة واستراتيجية العودة. عندما نريد أن نحدد بحثاً عن أو عنواناً عن المرأة فإننا نحدده تاريخياً ومن ثم نعود للجوهر، فنرى أن المرأة عبر التاريخ ومنذ القدم لم تنصف حقوقها، فرجمت بالجاهلية وناقصة الحقوق في شرائع أخرى، ولم تذكر المرأة إلا نادرا وفي مراحل محددة لأنها كانت مسحوقة من كل الجوانب، وخاصة العادات والتقاليد التي انبثقت من مراحل المدنية التي لم تقترن بنهج أو فكر متعمق للبحث في الجوهر. والمرأة السورية جزء من هذا التاريخ السلطوي الذي استهدف وجودها ليحوز على السلطة في نظام الدولة القومية، فهي جزء من التصور العام السائد للمرأة في الشرق الأوسط، مكبلة بالقيود وتعاني من الأنظمة المتعاقبة على سوريا، وخاصة نظام الدولة القومية الذي زاد من سلطة استغلاله للمرأة وقيدها، لأن وجودها ضمن المؤسسات والإدارات ما زال شكليا يفتقد أي تطور أو تغيير في ذهنية الرجل
وبالتالي تغيرت إرادتها الحرة. والمرأة في عفرين كانت مميزة بما غيرته في واقعها خلال الأزمة السورية. فمنطقة عفرين السورية لها أهمية كجغرافيا سياسية وعمق كويتي، ولها ثقل في تغيير موازين القوى على الأرض وتحديد العديد من الملفات السياسية والعسكرية في مجمل الخارطة السياسية والعسكرية. وعفرين رسمت قبل الاحتلال خارطة لمستقبلها السياسي في سوريا من العمل ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية. مقاومة المرأة أو استراتيجية العدل وعوضي، نحن دائما نقول للحكومات القرارات وللشعب الخيارات، ونحن كشعب سوري ما لنا خيار غير المقاومة، لأنه احتلال عفرين كان احتلال بقرارات دولية، قرارات أكبر من الشعب السوري كان. الشعب السوري بالأخص، ليش نحن بنقول عفرين؟ لأنه عفرين منطقة كردية سورية، هي بامتياز كانت منطقة كردية. ثاني شيء، عفرين كانت هي سوريا المصغرة، لأنها احتضنت جميع، احتضنت ملتها، احتضنت شعبها. جميع الشعب السوري كان عايش في عفرين بأمان.